الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة وكشف بإذن الله عز وجل الأمة بإذن ربه حين بلغ رسالة الله عز وجل خير تبليغ وخير قيام وخير عمل وخير إيمان. ثم أما بعد، لقاء جديد تجدد يوم رائع جميل ويوم الجمعة. الحقيقة أنا عاوز أقف مع حضراتكم كتير قوي في موضوع الدورة الشهرية وعلاجها، وهتكلم في تفصيل، بس أنا عاوز أقول لكم، أنا راجل نشأت في بيئة في قرية فلاحية، في القرية وأنا طفل صغير حفرت مش بس في مخيلتي ولا في أفكاري، لا، لم تحفر في المخيلة، وإنما حفرت في العظم، في العظام، حفرت الخضرة، حفر الماء، وصار أمامي وديانا وقضبانا وقنواتا وبحورا وأنهارا، الخضرة والماء والهواء، أفضل ما يمكن أن ترى عينك. هذه الصورة الفلاحية، صورة الخضرة، الجمال والهواء الطلق والشمس الساطعة والأجواء الجميلة والأكسجين الرائع الجميل، تعطيك علامات وإشارات لأن المولى عز وجل يسير هذا الكون، أن الله سبحانه وتعالى ما غفل عز وجل وحاش له أن يغفل عن إسعاد خلقه وعباده، بل وعبيده في كل الأرض وتحت الأرض وفي السماء وما بينهم. فالحقيقة يعجبني جدا الخضرة، ولذلك لما جيت هنا في بريطانيا كنت حريص على علمي الحياة يكون مختلف. انتوا شايفين هذه دلوقتي غرفتين عفوا تكرموا للدوج، عفوا للدوج للكلاب، غرفتين للكلاب مش للحراسة بتاعت البيت ولا الحراسة بتاعت الجناين ولا الكلام، لا، دول بعيد، دول على أقصى جنين غرفتين للدوب، عفوا للكلاب. خضرة، وأنا لسه صغير طفل كده يعني، وأنا كبير شاب بطلع ذاكر، نقول نطلع نذاكر على السكة، فأطلع من القرية خارج البيوت وسط المزارع والكتبان بعيدة وسط المروج والبرسيم مزروع والخضرة جميلة والشجر، صحيح ما فيش شجر بالكثافة الحمد لله اللي عندنا دلوقتي دي، فين؟ في بريطانيا، في قلب لندن، مش احنا هنا مش في منطقة فلاحية، احنا هنا في قلب لندن، واحد من أهم أحياء الحياة في لندن لله سبحانه وتعالى. فكنت حريص على أن الخضرة لا تفارق خيالي ولا تفارق عيناي جمالها. إيه علاقة الخضرة بالدورة الشهرية؟ إيه علاقة الهواء بالدورة الشهرية؟ إيه علاقة الأكسجين بالدورة الشهرية؟ إيه علاقة الطبيعة الخلابة بالدورة الشهرية؟ إيه علاقة الاستقرار النفسي والهدوء الإنساني الدورة الشهرية؟ كل اللي أنا قلته ده يؤدوا 10 مرات 20 مرة له علاقة مباشرة ووثيقة ولصيقة بإعادة الدورة الشهرية أو بوجودها واستقرارها. لأن السيدة أو البنت لما تكون في جو هادئ يملأ صدرها ورئتيها وجمال قدرة أمام نظريها وحركة جميلة
تعيدها في الحياة وأنا هنا معاكم الحقيقة بحب أستمتع بالشمس وهي ساطعة، بحب أخرج في حديقة منزلي، وبالمناسبة ده المنزل الصغير الحمد لله يعني صغير، لكن طبعا الحديقة زي ما انتم شايفين كبيرة. أنا طبعا ما كنتش أحلم زمان بحديقة ربع متر، لا الحديقة دي مساحتها فدان بالظبط، شوية يزيد شوية الحديقة الخلفية للبيت، الحديقة اللي قدام البيت أقل شوية. المهم فأنت استمتاعك بالشمس الساطعة، استمتاعك بالهواء، استمتاعك ببركة سمك أو بحمام سباحة، ممارستك للرياضة، تنشيط جسمك، تنشيط عضلاتك، تقويض ذهنك، حركتك، الحركة، تلاقي نفسك ما انتش تقيلة، ما انتش بدينة، لازم وزنك يبقى متناسق، لازم حركتك تبقى أسرع، لازم تبقي مستقرة في الحركة، استقرار نفسي ولكن متحركة بالجسد، عندك استقرار نفسي وحركة بالجسد قوية، تبقي ممشوقة القوام، لازم تبقي ممشوقة القوام، لازم تمشي بين المزارع، لازم. ولذلك الست البدوية أو البنت البدوية أو البنت الفلاحة ما بتشتكيش كتير، صحيح ما بتشتكيش كتير من مسألة اختلاط الدورة أو مشاكلها. لازم تتمدد الجسم، لازم تحركي أوصالك وعضلاتك سواء بالرياضة أو بالتشمس الشمس. يفضل طبعا عدم تعريض الوجه للشمس، الإضرار بيها في العظام، عشان العظام مهمة جدا إنها تتأثر، خصوصا عظام الظهر والقدمين والساقين والشمس، هايل جدا جدا جدا. المهم التأمل بملك الله سبحانه وتعالى، المهم الحركة داخل الأماكن، تكوني أسرع في الحركة، تكوني أكثر تركيزا، تكوني أكثر جمالا، لأن زي ما بتعملي شوبينج، دايما بقول كده، زي ما بتعملي شوبينج عشان تلبسي، زي ما بتعملي مكياج عشان تتجملي، كل ده حضرتك يعني مهتم قوي بالشكل الخارجي، مكياج شكل خارجي، ملابس شكل خارجي. لما تيجي مرة تعملي شوبينج جسمك من جوه تضحكي او تستغربي، لا ما تستغربيش حضرتك، الشوبينج اللي هتعمليه مش مهم بقى يبقى في الصيدليات وعندي وعندي غيري وفلوس، لا انا مش عاوز منك حاجه، لكن انا عاوزك تعملي شوبينج صحه، تستنشفي هواء نقي، تطور الرئتين، تمشي بشكل كويس، تعملي رياضه، تستمتعي بالشمس، يكون عندك بعض القدرات الغير عادية في ممارسة الرياضة وفي برنامج يومي للسباحة أو الجري أو المشي. الناس هنا في لندن عندنا تيجي خد الأعمار، كل الناس بتمشي في الشارع وبتجري في الشارع، ملاعب كبيرة جدا جدا، ملاعب كبيرة يعني عفوا التحدث نعمل ده. البيت الثاني بتاعي طبعا دي زي ما بقول انا جاي في البنات، يعني كنت انا شايف البنات، لكن البيت بتاعتي انا هنا كده بقى على عالم اخر، زي ما انا داخل كده في الحته دي والباب كده يوديك على حضايا الاسره بتاعتي، لكن بيتي انا مساحته بتزيد عن 34000 متر تقريبا، ثمن اقدمه بالظبط أكتر من يعني 6 أجنحة حدائق، كل شجرة مختلفة عن التانية، كل وردة مختلفة عن التانية. ليه؟ مش عشان أنا أشم ورد حلو ولا أشوف منظر حلو، لا عشان النبات، أنا بحب النبات، بحب إن يبقى فيه زراعة نبات طبي، عشان كده إحنا مش هنصور في الفيلا أو المكان بتاعي، لأن هو يعني عبارة عن الفيلا الداخلية فيه ومقسمة بشكل معين، وأمنيا ما أقدرش أصور فيها أمنيا.
لكن ده مش ده موضوعنا. فالمزارع والخضر تستطيعي ان انت تستنشقي هواء نقي. اذا قدرت ازاي تزرعي اشجار، مش اشجار زينه، اشجار نبات واشجار علاج، وحتى شم منها، مش تقدري طبعا تبقي خبيره نبات ولا باحثه في النبات، لكن ممكن تبقي مستمتعه بالنبات والخضره، مستمتعه بالشمس. ده مفروض علينا كلنا، هو ده بقى الشغل اللي لازم نعمله لينا ولصحتنا الداخليه. هي دي الامور اللي لازم نكون محافظين عليها، محافظين على صحتنا الداخليه، محافظين على قوتنا، محافظين على توازننا الفكري واستقرارنا النفسي. كل ده حضرتك بيحافظ على انتظام دورتك غير مناسب، لان هي الدوره عارض. مرتبه في الاول الهرمونات لو اختلفت تعمل خلل في الظاهره اللي بتظهر اللي هي نزول الدم. الهرمونات وعمليه التبريد. لو الهرمونات اختلت يحدث خلل في الموبايل والتبريد. لما يحصل خلل في الموبايل الدوره اللي هي الدم اللي هو الموقع يتوقف. ايه اللي يحصل؟ يحصل ان حضرتك العربية، لكن على كل احنا بنقدم لك النهارده كل يوم وقفه كبيره علميه حقيقيه وعمليه، بس علميه لا عمليه، عشان نقف مع بعض في مساله اصلاح ووعي حقيقي بموضوع الدوره الشهريه وعلاجها. خليكم معايا. كل التحية، كل الحب، وكل الإعزاز والتقدير لحضراتكم. بنتواصل معاكم مرة تانية وبنتحدث عن برضه موضوع الدورة الشهرية والمرأة وانقطاع الدورة والتبويض والخصوبة عند المرأة. السؤال، احنا ليه بنتكلم يعني قد يرى كتير في هذا الموضوع ليه؟ الحقيقة انا شايف انه مش كتير ابدا ولا حاجة ابدا، بل احنا ما قلناش نص من 1% من اللي المفروض نقوله واللي عندنا نقوله في هذا الموضوع. طيب ليه؟ رقم 1، لان ده موضوع خطير جدا 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 عند المرأة، عند اغلب السيدات الفضليات والبنات المحترمات، موضوع كبير جدا، مشكلة منتشرة جدا. انا اتفاجئت انه منتشر جدا بشكل كبير قوي. 2، نظرا لان من عنده تبدأ الاسرة، ومن عنده تبدأ الامة، ومن عنده يبدأ المجتمع والمجتمعات من الانجاب والخصوبة والمرأة اللي هي انا بشوف انها مش نصف المجتمع ولا حاجة، انا بشوف انها كل المجتمع، لان الرجل هو ابن هذه المرأة وهو زوجها وهو اخوها وهو ابنها وهو ابيها وكل شيء. فالمرأة موجودة قاسم مشترك في كل هذا الامر تماما، فلا احد يقلل من شأن المرأة. من هنا جت اهمية ان احنا نتكلم في هذا الامر بشكل كبير جدا. خليكم معايا، هنتكلم بتفصيل اكتر وبدقة اكتر باذن الله. فالكلام عن موضوع الدورة الشهرية، الحقيقة انا شايف ان هو فيه متسع كبير جدا 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 من الوقت، وفي مساحة كبيرة جدا 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 من الأهمية، نظرا لأن قطاع كبير من السيدات من كل الأعمار. يعني أنا بتجيني مشاكل السيدات فوق 50 سنة، طب ده شهور. طيب فوق 40 سنة، أوكي. والتلاتين سنة كتير جدا. فوق 20 سنة والطبيعي، رغم إنه مش طبيعي قوي، ولكن المفاجأة إن يجيني مشاكل بنات تحت 20 سنة. يعني في بنت مثلا تقول انا عمري 16 سنه، امها تقول لبنتي عمرها 16 سنه والدوره ما جاتلهاش خالص.
بنتي عمرها 17 سنة والدورة ما جات لهاش خالص، أو جات لها مرة مرتين وقطعت. فأنت هنا قدام مشاكل كبيرة للغاية بتحدث للمرأة وللبنت. فهذه المشاكل إذا استطعنا إن إحنا نقدر نحلها، وإذا بذلنا فيها مجهود عشان نقدر نحلها، يبقى ده أعتقد عمل كبير وعمل محترم. فأنا أشوف إن إحنا لازم نبذل جهد في هذا الموضوع طالما عندنا فيه مساحة أو موطئ قدم من بعيض علم. طيب، البعض هيقول الدكتور بيكلمنا يعني في الحديقة وبيصور لنا وبيعمل بانوراما ومش عارف ايه، ومش مهتم بينا ولا ايه، ولا بيستعرض ولا ايه. انا جاي اكلمكم هنا عشان اقول لكم الآتي. طبعا احنا في حديقة منزلي في لندن، احنا هنا عاوزين نقول ان الهواء الطلق والخضرة والعين المش عادية والجمال اللي حضرتك بتشوفيه والجو اللي انت بتعيشي فيه والمناخ والبرودة أو الحرارة والزحمة من عدمها والضغوط الاجتماعية والنفسية وحاجات كتير هنقولها، كل ده ليه علاقة بالدورة الشهرية. فإحنا مش بنستعرض أبدا ولا حاجة، صحيح ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان الله، مفيش حرج في ده. لكن احنا مش هنا بصدد الحديث عن النعمة المالية أو النعمة الممتلكات أو العطاء من الله سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فربنا سبحانه وتعالى يعطي الناس بلا حساب في كل شيء. وسبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل ونحن نسأل. لا يسأل عما يفعل وأنتم تسألون. طيب، عاوزين نقف قدام الأجواء. الجو البارد يؤثر على الدورة الشهرية. علمت أنا هنا إن لندن كمثال كانت من 10 12 سنة، من زمان كانت عندها مشكلة كبيرة جدا في البرودة. النهاردة في مناطق في أوروبا ومناطق في آسيا وروسيا والكلام ده فيها تجمد وبرودة شديدة للغاية. كل ده يؤثر على بناتها وعلى وضعها وعلى حياتهم في مسألة الدورة الشهرية. فالأجواء الباردة تؤثر بالسلب، الباردة جدا تؤثر بالسلب على البنت أو السيدة فيما يخص فترة خصوبة المرأة. هتقول لي مفيش ناس بتنجب في الاسكيمو؟ فيه، بس الخصوبة ما بتبقاش كتيرة، ما بتبقاش مثلا تقل اقل من 50 سنة بالنسب. يعني مثلا لو قلنا في افريقيا السوداء وافريقيا الحارة مقارنة مع روسيا مثلا، هتلاقي نسبة الخصوبة 90%. في احنا عندنا نظرية للعلاج البديل الحمد لله، وهي النظرية العربية الوحيدة حتى الآن يعني. وانا حزين ان بقولها، مش بنقولها في روسية والكلام ده، مفيش في المشاكل في روسية، ومفيش في الآلام في روسية، ومفيش في الأحزان في روسية. احنا عاوزين كل الأمة تبقى فرسان وفوارس وأبطال وهيرو، يعني كل واحد يبقى هيرو في مجاله عشان الأمة تنهض. وأنا شخصيا عاوز العالم كله يبقى هيرو، مش بس الأمة، عاوز العالم كله، 6 7 مليار اللي موجودين على سطح الكرة الأرضية وزيادة، عاوزهم كلهم كل واحد يبقى بطل في حتته، بطل في مجاله، بطل في ميدانه ومضمار عمله، بطل بقدراته وملكاته ومواهبه. المهم، انا قلت اخرج بيكم من جو المكتب، وخصوصا ان احنا يعني كنا من شوية بنصلي الجمعة. فبقول لحضراتكم في افريقيا السوداء والشمس الحارة تجد خصوبة 90% ب
بتحدث للمرأة بعد الخمسين. في روسيا تجد الخصوبة بعد الخمسين ما تتعداش العشرة 12%، وفي الفرق شاسع قد ايه عشان الأجواء الحارة. عشان كده بنسأل، طيب هل في علاقة للطعام غذاء المرأة أو بالدورة الشهرية؟ طبعا 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 طبعا، الغذاء عامل مهم جدا جدا جدا. لذلك يعني لسه واحدة مثلا مكلمانا الصبح قالت أنا وزني 165 كيلو، وزنها 165، طبعا احنا بيجينا بالتلتميات واكتر من التلتميات بشوية كمان. المهم فهو قالت وزني 165 كيلو وعندي مشكلة في الغدة الدرقية، على طول انت هي لما تقول لك وزني 165 كيلو او وزني فوق 90 كيلو، انت على طول لازم تقول لها عندك مشاكل في العمود الفقري، مشاكل في الغضروف، مشاكل في ظهرك، في الفقرات، مشاكل في الركب، شايلة وزن زيادة. يعني تخيل حضرتك او تخيل حضرتك ان انا انيس شايل باستمرار معايا طول ما انا ماشي شكارة اسمنت وزنها 50 كيلو، رابطها على ظهري كده وقاعد اكل رابطها على ظهري، وداخل الدبليو سي الحمام عفوا رابطها على ظهري، في التواليت وراكب العربية رابطها على ظهري، ورايح انام رابطها على ظهري 50 كيلو. يعني مثلا انا طولي 196 سنتي، لو انا وزني 136 كيلو 146 كيلو، يبقى كده يبقى انا زي يبقى انا شايل شكارة اسمنت وزنها 50 كيلو وبتحرك بيها. حد بقى حضرتك تقدري بقى لما تبقي زايده 50 كيلو ولا 60 كيلو هتبقي شايله اكتر من شكاره اسمنت، تقدري تعيشي حياتك طبيعيه وانت شايله على ظهرك شكاره اسمنت بتتحركي بيها باستمرار من اول حتى وانت نايمه مش من اول ما بتفتحي عينيكي؟ ده بيفرق مع الدور. عشان كده بنقول للست وزنك كام كيلو وطولك كام سنتي، عشان كده بنسال لاي حد ليه. وعشان كده قلنا نظريه سهله جدا، قلنا للست إذا كانت رقبتك زي سمانة رجلك اللي هي الحتة اللي تحت الركبة دي، السمانة دي اللي هي بطن رجلها دي اللي هي السمانة، يعني سمانة الرجل، إذا كانت سمانة الرجل أكثر سمكا أضخم من رقبتك يبقى أنت عندك مشكلة على طول. لازم سمانة، لازم الرقبة تبقى زي سمانة الرجل. ليه؟ ولازم النص التحتاني ما يكونش اضخم ولا تخين ولا بدينة على النص الفوقاني. ليه؟ لان دي منطقة التبويض بقى، احنا بنتكلم على تبويض ودورة ونص تحتاني. فلازم تبقى عاملة حسابك ان وزنك متناسق. هتقولي لي ما في ستات بتحمل، ايوة بس خصوبتها اقل وفترة طول مرحلتها في الخصوبة اقل، وما عادي هتحملي ربنا عاوز كده، بس مش هتعيشي مثلا الدورة عندك مثلا لغاية 55 57 سنة مثلا، ولا 50 سنة ولا 45 سنة. لكن ممكن تلاقي نادر قوي ناس فوق 45 سنة وحامل وضخمة، دي حالات نادرة، لكن ما بتبقاش الخصوبة كتيرة. طيب الأجواء بقى زي ما احنا شايفين كده، يعني لما نبص كده هنا نلاقي في شمس، شمس هنا لسه قاطعة، في شجر، في خضرة، في هواء طلق، في بحيرة سمك مثلا، في حمام سباحة، في ملعب تنس مثلا، في ترابيزة تنس طاولة، في جيم أثقال وبنج وحاجات كده رياضية، في سلة، في اشياء. لما يبقى عندك في بيتك اوكي، في ناس فقراء زي ما انا كنت فقير وقلت لكم الكلام ده الاسبوع اللي فات، يعني كنت فقير ما نش لاقي اكل، مش لاقي اكل بس مش لاقي البس، لا لا اكل ولا لا البس، وفتره طويله من عمري عشت فقر 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 مدقع وفقر مؤلم وحاجه. وبعدين ربنا يفتح عليك سبحانه وتعالى، من اول ما بدات ابقى كاتب وانا اجري كويس، لما عليت وبقيت ليا اسم في عالم الكتابه وبقيت ليا اسم في العالم العربي متفرد او مهم في القائمه المهمه،
ولما بقيت واحد من افضل الناس اللي بيقولوا عليهم افضل واشهر الناس الكتاب في العالم، الحمد لله بيزيد اجرنا، فربنا بيزيد من نعمه علينا. وقصاد ده كله ابتلاني بالمساله بتاعه العلاج اللي انا بكلم حضراتكم فيها. الحياه هي ابتلاء والله العظيم. ليه؟ لان اولا انا بتعامل، وهرجع اكمل لكم، انا بتعامل مع عقليات مختلفه وناس كتير عقلياتها مختلفه، وكل اللي بقوله النهارده بعيده بكره وقلته امبارح. نفس الكلام، من فضلكم محدش يتصل بالموبايل بالتليفون بدون ميعاد، يروحوا متصلين. من فضلكم سجل رسالتك واكتب بياناتك وبس على الواتساب او على الفيسبوك، يروحوا متصلين. وناس كمان يعني ربنا يهديهم يروحوا متصلين فيديو. عارف زي بقول زي بالظبط اللي داخل راح واخد قاعد خبط عليك على بابك او ضرب عليك جرس بابك بدون موعد، او فجأة لقيته داخل لك من الشباك او البلكونة. لا، طب ما تفرض ان انا قاعد في الحمام يعني والموبايل معايا انا مش مع مكتبي، او افرض موظف مكتبي معاه الموبايل اهو في كذا خطوط وقاعد مثلا مع مراته، يعني لازم يرد عليك فيديو؟ يعني ده عيب حتى، يعني تتكسفي اخجالي يعني. فلازم يبقى عندنا وعي شوية. فبتعامل مع ناس وعقليات كتير مختلفة عن بعضها. حد واحدة عاوزة دلوقتي اهو قرار، اديني قرار دلوقتي، قول لي رد عليا. قلت انا اقول لك الو 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 رد بقى يعني. فكل الحاجات دي بتعصبك، والواحد ما بيصدق يجي يوم جمعة عشان يعني يقابل ربنا ويتنقى ويقابله بشكل كويس. المهم فالهواء الطلق والراحة النفسية والأكسجين، كل الشجر اللي حضرتكم شايفينه ده، يعني الشجر والحمد لله ما فيش شجرة شكل التانية. يعني احنا النهاردة في يعني دي فيلا رقم 2 ليا، اللي هي انا بتاعت بناتي، يعني انا جايبها لبناتي عائشة وسارة ومريم، بناتي الثلاثة. فانا جايب لهم الفيلا دي هنا في لندن اليوم، مش يعني الفيلا بتاعتنا حاجه تانية يعني. الحقيقه الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى اكبر يعني كام شويه، لكن من فضل ربنا عليا. فالشجر ده كل شجره مختلفه في اللون والنوع، كل الشجر اللي عندكم شايفينه ده، وفي حاجات كتير مش جايه في الكادر، يعني احنا بنصور جزء كده. كل نوع فيهم بيجيب اكسجين معين، مش اكسجين يقول لك يلا الاكسجين مختلف، لا، بيديك اكسجين بشكل اسرع، بينقي لك الهواء بشكل اجمل، كل عاملين هارموني كده زي المزيكا. ما انا كنت دارس في معهد الموسيقى العربي في معهد السينما قبل كده، وكنت بدرس ماده اسمها تذوق موسيقى، بس ما كنتش بعرف اعزف موسيقى زي ما يعني ما كتير عارفين يعني. فبيعمل هارموني، فكلمة هارموني دي يعني في انسيابية وتداخل في المزاج جميل قوي يعني. فبتلاقي عندك هارموني في الأكسجين، عندك تنفس جميل خارج من ضغوط الحياة، ما عليكش ضغوط الحياة عندنا في مصر. الحقيقة ربنا يحفظهم كل اللي هناك اللي أنا عشت معاهم في بمرارة الوقت وبصعوبة الفقر والحاجة والزحمة وعدم السيارات وكلاكس العربيات والناس اللي عمالة يعني، حتى يعني أنا وأنا فقير محشور في الأتوبيسات، ولما بقى معايا 50 جنيه في جيبي بقيت أركب ميكروباص برضو، محشور في وسط 4 كراسي في النص في الآخر أو كرسيين في الجنب، ومحشور معايا 2 3 برضو. بعد شوية ربنا كرمني بقيت بشيل في جيبي 200 300 جنيه، بقيت احجز الكرسي اللي قدامي جنب السواق واركب لوحدي. والناس بقى طبعا ممكن تحقد عليك ورا وانت حاجز كرسيين جنب السواق في الميكروباص، ومع ذلك ما انتش خلصان من سيجارة السواق وسجاير الناس التانية اللي وراك، والسواق مشغل اي دلوقتي. كنا زمان ايامنا بنقول احمد عدوية عامل ضوضاء، النهاردة جميع المطربين بقوا أحمد عدوية. بالعكس، أثبت أحمد عدوية أنه واحد من أجمل الأصوات في تاريخ مصر. المهم، ف
فبقوا كلهم ضوضاء، الأغنية بقت بتتشاف مش بتتسمع، فكلهم بقوا ضوضاء وأشياء صاخبة، كل ده قاعد تشوفه. فهل الأجواء دي ما توترش البنت، توترها فتعمل اضطراب سيكولوجي فتأثر على دورتها الشهرية؟ إذا كان أنا كرجل متوتر ومتأثر، يبقى الزحام اللي في مصر والزحام اللي في الأمة العربية موتر. طب إذا ربنا كرمني ولما بقى عندي عربية بقيت راكب عربيتي وماشي، وبعدين أبص مضطر أحكي لكم موقف. مرة اشتريت عربية كنت لسه شاريها شوفورليه أوبترا سنة 2009، هي موديل 2009 وأنا شاريها في آخر 2008، يعني حديثة وجديدة وقتها جدا، يعني لسه شاريها زيرو يعني. وانا راكب العربية وانا بسوق شاطر قوي على فكرة ما شاء الله يعني، فلقيت واحد والله لسه جايبها ومرخصتش، لقيت سواق اتوبيس معدي جنبي في العمرانية، وانا كنت ساكن في العمرانية، معدي جنبي وراح واخد لي الجنب اليمين بتاعي، الجنب اليمين التاني ده، بقى احنا بنسوق شمال في مصر هنا بنسوق يمين، وراح واخد لي الجنب اليمين ده كله كده، عامل لي فيه علامة بالاتوبيس كده تيت كده، وراح مطلع لي دماغه من العربية، امك جابتها لك. ده امي مش لاقية تاكل ولا انا لا اكل، ده انا بس يعني ربنا مسهل لي ولسه مسهل لي من كام سنة قبلها، وبدأت أجمع شوية فلوس. وعلى فكرة كنت جايبها بالقسط، واللي لما ظهرت مع صديقي الراحل الجميل الرائع جمال الشويخ حتى ذكر هذا الموضوع وقال لي فاكر يا أنيس العربية اللي اشتريتها بالقسط؟ وقعدت تقول لي جمال أنا جبت عربية، وراح السواق مطلع دماغه من العربية، أمك جايبها لك يا ابني، أنا مش من فئة أمه جايبها له، وأنت شايف شبح؟ هو أنت شايف عربية ما حصلتش؟ وأنت شايفها رولز رويس؟ المهم فنزلت له، كان وهو بعد المحطة بشوية، سبت عربيتي مخبوطة ورحت له، وقف قدام لقيته متر إلا ربع ورفيع قد كده، وأنا لو قلت له بسم الله الرحمن الرحيم هروح فيه السجن وهو يروح المقابر. وأنا قلت له يعني أنا عصبي الحقيقة، بس أحيانا بيبقى فيا حلم وحلم وأناة غير طبيعي. قلت له ليه عملت كده؟ ده أنا لسه مرخصتش. قال لي امك جايبها لك. قلت له انت تعرفني؟ قال لي مش مهم، عايز ايه؟ قلت له هو انت بتزعق لي عشان اتخض؟ ما هو مستحيل انت تخضني، شوف انا طولي قد ايه وضخم ازاي، وانت شوف من كتر شرب السجاير ميت ازاي. عشان كده بقول لك كل ما تبقى قوي ومنطلق وافضل وانت كست تبقي اجمل واحسن ويبقى وضع دورتك مستقر. فقال لي المهم، قلت له على فكرة أنا بقى اسمي فلان الفلاني، أنا أهم واحد من أهم الصحفيين في مصر. الكلام ده كنا لسه في عصر مبارك، وأنا كنت عامل رعب البيت لمبارك نفسه في مقالات اللي بتنشر في صوت الأمة السياسية. قلت له ده زكريا عزمة بينامش بسبب ده، أنت لما تفتح موبايلي تلاقي حبيبي العدلي أول نمرة وزير الداخلية، مش مأمور الاسم اللي جنبك ده. ده انا لو كلمت حبيبي العدلي اجيب 6 7 عربيات من وزاره الداخليه يقفلوا لك والنقل العام المرفق بتاع النقل كله، ومع ذلك انا مش عامل حاجه، ربنا يسامحك. المهم سواء بقى اتكسف مني ما اتكسفش، سبته ومشيت ورحت صلحت عربيتي قبل، تخيلوا، عربيه على الزيرو تمنها وقتها فوق ال 120 الف جنيه تقريبا، وانا دافع لها حوالي 30 35 الف مقدم وعليا اقساط بقى. فانت حتى لو نجيت من ده في مصر تبص تلاقيه وانت ماشي، وحصلت معايا كتير، واحد مزنق عليك وعمال يطلع ايده من العربيه وخبط للسواق على البتاع خد جنب يالا، فالجو ده كله موتر يوتر. فالدوره الشهريه والغدد، الغدد بالذات كلها، المراه كل جسمها غدد، صدرها غدد، الرحم غدد، البنكرياس غده، عندنا كلنا رجال ونساء، الرحم غدة، الغدة الدرقية وما أخطرها، الغدة الدرقية أخطر غدة زي ما قلت قبل كده واتكلمت عنها، وأنا بتكلم عن كسل وخمول الغدة الدرقية، قلت إنها الغدة الوحيدة في الجسد اللي مع الدم مباشرة من غير وسيط، مش في مكان وإناء وحاجة
وكيس، لا هي مع الدم على طول كده، الدم رايح جاي فيها كده عليها، فخطورتها انها ممكن تلوث الدم او تتلوث منه او تعمل مشاكل كبيره قوي. ولذلك هي عامل مؤثر جدا جدا على الخصوبه والحمل، رغم ان الغده الدرقيه هنا والرحم تحت هنا بينه وبينه اكتر من نص متر، ومع ذلك مؤثره جدا عليها. وبينهما بقى اكتر من 7 8 10 مليار خليه، و10 15 20 30 40 جزء في الجسد، موضوع كبير جدا، ومع ذلك مؤثره للغايه على الرحم وعلى المراه. فالتوتر لحضرتك يؤثر جدا جدا عليكي بالسلب. فبناتنا اللي في مصر وسيداتنا الفضليات اللي في مصر في هذا الجو المتوتر والمشحون للغايه، يحدث ايه؟ يحدث مشكله مع الدوره والعاده الشهريه، فما تنتظمش او تتقطع او تقل الخصوبه، يعطل التبويض، يحصل خلل في الهرمونات وبالذات الاستروجين والاف اس اتش، يتوقف الحمل، يتوقف حلمها. بزعل قوي قوي قوي، انا على فكره بكلمكم بشكل اسري، وانا متعمد اكسر الحاجز بتاع ان نقعد كده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، السؤال الاول كذا كذا، اجابه السؤال الاول، لا انا عاوز اكسر الحاجز الثالث والرابع والخامس والعاشر والالف اللي بيني وبين الناس. وانا اعتقد الحمد لله الناس بتحب ده فيا. انا زي ما بقول لكم دايما عندي ايدي اوت بوكس، عندي دايما افكار خارج الصندوق، وعندي دايما رؤية مختلفة من عين مختلفة، والحقيقة دي حاجة ربانية من ربنا سبحانه وتعالى نماها، يعني نميتها في نفسي، وابويا وامي شافوها فيا فبقوا ينموها فيا لغاية ما خدت الثقة ان بقيت كل حاجة بشوفها بمنظور كويس او منظور مختلف، مهم كويس او وحش، دي اللي يحكم عليها ربنا سبحانه وتعالى مش انا حتى. لكن حضراتكم حكى لان الاخرين حكى. ولذلك لما بنقول ان حضراتكم بتدخلوا عندنا على الفيسبوك واليوتيوب ومواقعنا كلها، سواء كانت مواقع الشخصيه كانيس الدغيري دوت كوم او غيرها، بنشوف دخولكم وتعليقاتكم وكلامكم، بنسعد والله العظيم وبنخجل جدا من كرمكم علينا بعد كرم ربنا سبحانه وتعالى، وبنسجد لله شكرا وحبا ان حضركم بتغمرونا بهذا الحب وهذه الثقة، وده اللي بيحمسنا وبيخلينا نشتغل اكتر ونتحرك اكتر بشكل اكبر عشان نرضيكم ونحقق احلامكم. فموضوع الدورة الشهرية موضوع خطير جدا جدا، يعني انا عندي الحمد لله عملت انجازات كبيرة في الايدز. الحقيقة سبقنا، يعني ربنا اراد سبحانه وتعالى ان احنا نسبق ناس كتير قوي، يعني احنا رقم واحد في العالم اللي بيرجع الدورة الشهرية ويعالج الايدز، جزء فيهم بس يكفي. بزعل قوي بالحقيقة والله العظيم، زي ما بقول لكم والتجربة خير برهان والواقع هو الحقيقة. لما تدخلوا عندنا على الفيسبوك او على اليوتيوب او الحاجات دي، تلاقوا ان احنا التعليقات والكلام اللي مكتوب، يعني كل 10 15 الف تعليق عظيم تلاقوا حد داخل مختلف معايا سياسيا. ما هو المشكله ايه؟ المشكله ان انا باحث وبس، ولا امام وخطيب في المسجد بس، ولا الدكتوراه بتاعتي في القانون الجنائي بس، لا انا سياسي وكاتب صحفي بيقولوا عليا ان انا صاحب موطئ قدم مهم وكلمه مهمه واجتهاد كويس وتاريخ كبير. عندي لغايه النهارده 109 كتاب سياسي وادبي، منهم 6 روايات لغايه دلوقتي ادبيه، والباقي كتب سياسيه وادبيه وفكريه وغيرها. واقفين على، يعني لما تحط كل كتاب من دول يعتبر رساله دكتوراه في حد ذاته، يعني في موضوع، هو رساله دكتوراه، ما الرساله بتبقى في موضوع. عندنا لما تحط الكتب دي على بعضها وتقف عليها تعمل معاك 3 طوابق، يعني لما تحط الكتب دي كلها واقفه كده تعمل معاك مسافه كبيره جدا.
لان فيها مجلدات كبيره. فانت قدام كل ده بتخجل من نفسك وتتواضع امام رب العزه سبحانه وتعالى. دي نقطه. النقطه الثانيه ان انت بتتعامل مع ناس كل واحد فكره مختلف عن التاني، فلازم تكون اهدأ. نرجع لموضوع مشاكل الدوره الشهريه، يبقى اختلاف المناخ، درجه المناخ برودته وحرارته تؤثر جدا، التوتر النفسي، ودي اخطر حاجه بتعمل ربكه وتوقف او في موضوع الدوره الشهريه، موضوع تاخر سن الزواج. في بنات جدا بيكلموني تدخل تقول انا انسه عمري 49 سنه، او انا انسه عمري 53 سنه. اقسم بالله ببقى حبكي يعني، ابكي بكاء مريرا. ليه؟ لان هذه البنت الانسه اللي وصلت لهذا السن بدون زواج، وكمان بتعاني من مشكله الدوره الشهريه، وبتعاني من موضوع تبيد احلامها، بزعل جدا جدا واتاثر للغايه الحقيقه. محدش بيهزني الا هؤلاء بصراحه يعني. بس ماذا افعل؟ فبحاول اعمل حاجه. بقول لكم احنا الحمد لله ربنا من علينا في موضوع الدوره الشهريه والايدز والزهايمر، امراض حديثه كلها وخطيره، والضغط والقلب واشياء جميله كتيره يعني، للاسف يعني امراض سيئه، وربنا سبحانه وتعالى من علينا ببعيد علم في بحثنا. فاحنا قدام ناس، ممكن ناس كتير بتبقى فرحانه جدا ان انت بتساعدها، ولكن واحد مختلف معاك سياسيا او مش فاهم على فكره. يعني انا مره، في ناس مش عيب ان يبقى ناس مش عارفاني، مش عيب خالص يعني، مش عيب. ما في ناس ما تعرفش كل الناس يعني، عادي. فانا اسمي انيس عبد المعطي عبد المجيد سعيد، وانيس الدغيدي ده شهره، اسم شهره. فحد داخل من ضمن يعني، مثلا تلاقي عندك 15,000 تعليق محترم، وواحد داخل يقول لك تعليق سيء، ما تزعلش خالص. فداخل يقول لي والافلام بتاعتك انت مش عارف يعني، مش عارفاها افلام ايه يا ابني؟ فبيربطوا بين اسمي واسم المخرجه اياها، اللي هي ايه اسمها ايه الدغيدي دي. اولا دي لا اختي ولا قريبتي ولا يشرفني انها تبقى حتى على الكره الارضيه اللي انا عايش فيها، مع احترامي يعني، وهي سيده في مجالها ووضعها وكذا. انا كنت مخرج انا زمان، ودرست الاخراج في اكاديميه الفنون في المعهد العالي للسينما في سنه اول 81، وفي المنتصف الثمانينات خلصت. ماليش علاقه خالص، وسبت الاخراج والكلام ده كله بقى، واتجهت للكتابه والصحافه باحتراف وبروفيشنال، ومشيت في هذا الموضوع، ومن علي ربنا سبحانه وتعالى من هذا الطريق. وتوقفت عن موضوع الاخراج زي ما حضرتكم شفتوا قبل كده وقلنا، والمخرج التائب والسعوديه ورحلتي وبتاع. فيجي حد مش فاهم يقوم داخل قايل وانت بتتكلمي، هي بتتكلم في الدقيقة. مجرد هو شاف انيس الدغيدي ويفتكر ايه ناس الدغيدي. لا يا ابني لا خالص، او لا يا ستي لا. ففي ناس تيجي تشتمك مثلا وهي ما هيش مش عارفاك، مش عيب. هو العيب عيب هو، مش مشكلتنا احنا، مشكلته هو، مشكله علمه هو. فاحنا مش مسؤولين عن ذكاء وغباء الاخرين، ومش مسؤولين عن اخلاقيات وعدم اخلاقيات الاخرين، ومش مسؤولين عن جهل او علم الاخرين. الدنيا مفتوحه، اتعلم واعرف وقول كل حاجه بنفسك، ما علينا. فاحنا بنسعد بده. فبنتكلم في موضوع الدوره بالذات، يحتاج كلام كتير، لان موضوع الدوره الشهريه خطير ويهم قطاع كبير، ومبني عليه الحلم المراه والاسره والمجتمع والامه كلها. عشان كده انا مهتم بيه. البعض بيقول بقى قول لنا في الحاجات التانيه. انا عارف، ما انا قلت انا اتكلمت في حاجات كتيره، وهنتكلم ان كان في عمر في حاجات كتيره. بس بصراحه انا حابب اقف 99% من كل نشاطي اتوقف فيه مع الدوره الشهريه ومشاكل المرأة، مع سن اليأس اللي هم بيقولوا عليها السادة البروفيسورات بتوع العلم بتوع الأطباء دول. احنا ما بنسفلش منهم، لا، في دكاترة محترمين جدا مجتهدين، بس في الشرق الحقيقة ما زعلوش مني، أنا ما شفتش. بالمناسبة
انا عامل ثلاثة فتاء، ثلاثة فتاء، عملت واحد بره مصر وعملت واحد في مصر، وعملت واحد بعديه تاني بره مصر. اللي عملته في مصر رجع لي تاني، لسه هعمله هنا عشان يجوا الناس بيدخلوا يقولوا ايه وعلاج الفتاء ايه. لا، يفضل انك تتعامل مع الفتاء بالجراحه، في حاجات ما ينفعش تتعامل معاها غير بالجراحه. طيب اشمعنى الفتاء بتاع مصر رجع؟ مفيش طبيب في مصر بيعمل عمليه فتاء وبتستمر مدى الحياه. هيقول لك هي مسائل علميه، إيه ابدا، هي مسائل ادبيه واخلاقيه ومهنيه وشرف مهنه وكفاءات. ما عندوش كفاءه يعمل عمليه فتاء، ده يعمل مخ وحنجره واعصاب وما اعرفش ايه. لا 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 لا، مع احترامي الشديد، لا 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 ابدا. فالفتاء المصري رجع لي انا، ولسه بالمناسبه دلوقتي عاوز اعمله يعني، بس يعني هعمله بعد فتره، فاعمله هنا طبعا في بريطانيا. فاحنا قدام وضع علمي كبير، لازم نهتم جدا 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 بما يخص موضوع المرأة في الدورة الشهرية. طيب، تأخر سن الزواج، التوتر، الحالة النفسية، الجو المكتئب، ولا الجو الواسع الجميل الرحيب، ولا 10 عايشين في شقة ضيقة زي ما أنا شفت. أنا شخصيا كأنيس كنا خمسة ستة قاعدين في أوضة واحدة، أنا وأبويا وأمي وأخواتي في غرفة واحدة، ما عندناش غيرها فترة طويلة جدا. صحيح كانت الحياة زمان وإحنا صغيرين أكثر هدوءا، ما كناش نحس إن إحنا إيه رايحين نتكدس على قياس واحد على الأرض، إحنا فضلنا ننام على الأرض أكتر من 20 سنة، بننام على قياس متقطع، بنشيله الصبح كده نلمه حتة حتة عشان أمي تحطه في الشمس تفرده كده، سواء كنا في الصيف أو في الشتاء. وفي الشتاء أو في الصيف بنفرش تحتيه قش رز عشان خاطر الندفة، لا عشان خاطر هو مش مكفي، القياس متقطع. والقياس أعمى مثلا كان بإيه؟ ب 60 قرش، ب 40 قرش، بس مش قادرين نجيبه، مكسلين عشان نعرف ناكل. فشفنا فقر رهيب جدا، رهيب جدا. فالحمد لله يعني، فلازم تسعد بنعمة ربنا عليك سبحانه وتعالى، وتقر بيها، وتقر بفقرك، وتقر بكل حاجة. واحد يقول لك لا انا ما اعرفش الكلام ده، انا ما شفتش فقر. لا شفنا فقر، ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ الله، هو انا دي هتقلل من رجولتي؟ هتقلل من علمي؟ هتقلل من مكانتي في العالم؟ بالعكس، بتخلي الناس تحترمني وابقى عارف انا قدام نفسي اذلها. زي الشيخ العظيم الراحل، فضيله الشيخ الرائع المبدع الامام بحق محمد متولي الشعراوي، فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي اللي البنت فريده الشباشي المتخلفه عقليا دي يعني اخطأت فيه من ايام، دي واحده منحله، وانا اسف اني بقول كده، ومره تانيه منحله تتكلم في قامه وهامه زي الشيخ الراحل الجليل محمد متولي الشعراوي. الراجل كان يحب يهذب ويأدب ويربي نفسه، يجي في مره يعني في مره الناس شالت عربيته من على الارض في موكب كده، راحوا شايلين العربيه. الكلام ده ما حصلش غير مع جمال عبد الناصر في سوريا، لما جمال عبد الناصر راح سوريا بعد الوحدة وبداية الوحدة مع سوريا 58 لغاية ايه 60، عمل ايه جمال عبد الناصر لما راح سوريا؟ راحوا شايلينه في دمشق بالعربية بتاعته ومشوا بيه في سوريا. لذلك في سوريا بيعشقوا جمال عبد الناصر، وفلسطين في الأمة كلها الحقيقة بيحبوا جمال عبد الناصر. أنا بحب أنف جمال عبد الناصر، لكن ما بحبش حاجات كتير جدا من جمال عبد الناصر، ولا صدام حسين، ولا حد يعني، شوف بعشق صدام حسين في حاجات معينه، لكن مختلف معاه، ما انا مختلف مع ابويا نفسه، وابويا مختلف معايا ومع ابوه ومع، وكلنا بنختلف ونتفق. لكن في حاجات بتبقى مهمه ورائعه. فجمال عبد الناصر شالوا عربيته من على الارض ومشيوا بيها، الشيخ الشعراوي عملوا كده. بس جمال عبد الناصر ما عندوش الدين والعلم والوعي والخوف من ربنا والورع، والا ما كانش حكم مصر بالشكل ده، كان حكمها بشكل تاني. جمال عبد الناصر حكم مصر بالقبضه البوليسيه القاتله. الدكتاتور من طراز رفيع يعني، من طراز، اسف بين قوسين كده، من طراز وسخ يعني. ماشي. لكن تحب انفه واعتزازه بنفسه واعتزازه بمصر، وانه عامل لها مكانه وهيبه ومحترم، وجونسون في امريكا، لندن جونسون،
يقول لهدى بنته عبد الناصر لما راحت امريكا: سلمي لي على ابوكي صديقي وقولي له ان نفسه يشوفك ويقعد معاك. يعني تخيل الرئيس الامريكي بيقول لها: ما انا عاوز اعمل معاها علاقه صداقه. فالمهم ما علينا يعني. فانت هنا قدام وضع لازم تبقى فاهمه كويس قوي. فالشيخ متولي الشعراوي كان بيربي نفسه، يروح عامل ايه؟ انا بكلمكم في كل حاجه عشان نبقى مستوعبين، احنا مش قاعدين بنتكلم في بروجرام خطه عمل وبتاع، لا، عايزين نوصل معلومه وترسخ في الذهن عشان نعرف نعمل لها ايه ونعالجها ازاي ونعمل لها ايه. فالشيخ الشعراوي لما شالوا عربيته من على الارض، لانه راجل واعي وعلاقته بربنا متصله مش منفصله ومنقطعه زي غيره، زي عبد الناصر او غيره، او زي انا علاقتنا الله اعلم بربنا كلنا، لكن الشيخ الشعراوي حاجة تانية. أنا مختلف معايا لكن متفق مع الشيخ الشعراوي. طبعا 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 إحنا أنا بعتبرنا صور باهتة. يعني ما تقوليش محمد ترتان وفلان يعقوب وبتاع الويني، الكلام ده كله دي صور باهتة. دي الناس العلماء اللي في الأمة بجد حاجة تانية خالص، حاجة تانية. يعني عفوا عاوز اقول دي وعاوز اربط كل حاجه ببعضها وما تزعلوش مني، اللي هقولها برضو مش هنزل. المهم، فالشيخ الشعراوي راح نازل داخل المبنى الحمام تكرمه بتاع السيده نفيسه، وراح داخل الحمام واخد قلع هدومه ودخل يرب نفسه. قال لها: لا، اصل انا لاحظت فيكي كده شويه اعجاب كده لما شالوكي كده بالعربيه، فانت اتبسطت يا نفس، تعالى اما ربيكي بقى ورب اللي خلفوكي. وراح واخدها وراح داخل نفسه، وراح داخل الحمامات يطهر وينظف فيها، في الحمامات، في العين، في المجاري، والريحه بتاعتنا كده تكرمه، احنا كلنا هذا الانسان يعني الفضلات، وقعد يغسل الحمامات كلها. قال لها: اتربيتي، يلا بقى بينا بقى. فهنا انت لازم تبقى عندك، بقدر ما عندك عزة نفسك، بقدر ما عندك اذلال لنفسك لما تلاقيها بتترفع كده. فاحنا لازم نعترف، فبنقول للناس كنا فقراء ومش لاقيين ناكل وربنا فتح علينا، نشكره سبحانه وتعالى. المهم، فكل هذه العوامل، عوامل المجتمعيه بقى، عوامل تاخر الزواج، عوامل الفقر والحاجه، الفقر والحاجه لهم ميزه ولهم عيب. يعني كمثال مثلا، احنا هنا في الفيلا دي اللي هي هنا دي اللي احنا فيها دلوقتي، لما بكون انا عاوز بناتي اكلم مثلا ساره ولا اكلم عائشه يا اولاد، بنتكلم بالموبايل: انت فين؟ انا في المطبخ، انا فوق اصلي، انا في الاوضه اللي مش، انا في الجيم، انا في الجنينه، مش عارفين هننده، محدش هيسمع بعض. انما احنا في حياه الفقر كنا متجمعين في اوضه، احنا 6 افراد، وابويا ناولني هذه البتاع دي، حاضر يابا، لقيت 3 4 بيجروا يجيبوا له الجزم زي سي السيد. اه طبعا عادي جدا، سي السيد ونص الله يرحمه، واحنا خدامينه حيا وميتا. امي كذا كذا، ايوه اهو، هات لي الوابور ده اهو، هات الكبريته دي اهي، لو اديني الجزمه دي اهي، اعمل كده. فكلنا المساحه كده 3 متر في 3 متر. فلا حد هيكلم، ولا كان في موبايلات اصلا ولا يحزنون اصلا، ولا كان عندنا حاجه غير ترانزستور خشب ابويا جايبه وبيقعد عندنا يوم ويقعد 3 شهور عند الراجل اللي بيصلحه. وساعة ما يجيبه ابويا يجيبه بالليل كده ويقعد يظبطه، نلاقيه عمال يقول لك: اصل المكثف فايز، وانت لسه جايبه من ساعتين، يسمع عليه النشره وبعدين يروح يوديه للراجل نص النشره يكملها بقى وهو بايظ. المهم، فانت هنا في الحياه دي صحيح في انطلاق، بس تخلي بالك بقى من حياه الرغد والمعيشه الحلوه والمرفهه، تخلي بالك من معدتك. ذلك الست لما بتقول لي وزني 95 كيلو و165 كيلو و100 كيلو و200 كيلو و300 كيلو، بقول لها: عندك مشاكل في المعدة، عندك مشاكل في الأكل. أهم حاجة خلي بالك من اللي يدخل هنا، لازم تبقي قوية وعندك كنترول واتزان. فالوزن والمعدة والأكل ونظام الطعام مهم جدا عشان دورتك ما تتقطعش. لازم يكون عندك باستمرار قوام ممشوق، لازم يكون عندك إمكانيات نفسية وعقلية واتزان وذكاء وحركة. النهاردة بس احنا ميزه بقى من حاجات الفيلل والحاجات الفخمه الكبيره اللي احنا بنعيش فيها دلوقتي، انك كل شويه طالع السلم نازل السلم. صحيح التكنولوجيا خلتك تستخدم الكلام ده، بس انا مش جايب، انا مش عامل تلفزيونات هنا دلوقتي،
لكن احيانا عندي بقى انا في اللي هو بقى في الفيلا الكبيره بتاعتي، او هي مش فيلا، هي مجموعه فيلل، يعني مو حاجه خاصه بيا يعني، فعامل بقى حاجات ساتلايت وحاجات كتيره، لكن هنا عند بناتي مش عامل حاجه، وانا ديكتاتور برضه. رغم ده كان عندي ثقه الحمد لله ومحترمات، واحنا عايشين مع بعض، بس انا دي بتاعتهم. المهم، فانت قدام ان انت بتشوفي المجتمع مشاكله لازم تاثر عليك، تاثر على دورتك الشهريه، تاثر على خطوبتك، بتاثر على حلمك في انك تبقي ام، تاخر سن الزواج. انت زي ما قلت قبل كده وبقول باستمرار، انت لما يبقى عندك جهاز، سياره، عربيه، بيت، عربيه، اي ماشين، اي ماتيريالز، الاستخدام بيخليه طبيعي باستمرار. طب انت لو جبت العربيه وركنتها 10 12 20 سنه 25 سنه من غير استخدام، يوم ما هتيجي تدوريها هتلاقي فيها 7 8 10 اعطال. الكلام ده قلته قبل كده. طيب، لكن لما بيبقى الجهاز التناسلي شغال باستمرار، والتبويض والافرازات والمعرفش ايه، محدش بيشتكي، بيبقى كل حاجه ماشيه طبيعيه. لذلك تاخر سن الزواج مؤثر جدا جدا على موضوع الدوره الشهريه والخصوبه. طيب، في كمان الجنس نفسه، طالما احنا بنتكلم في المنطقه دي، الجنس نوعين، في نوع حلال وفي نوع حرام. النوع الحلال معروف، والنوع الحرام برضو معروف، الحلال معروف والحرام معروف. طيب، الجنس الحلال بيساعد على الخصوبه باستمرار، الجنس الحرام بيجيب امراض مستعصيه على راسها الايدز. ولذلك لما بنقول لحضراتكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر قال: اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن. وعدهم بقى الخمسه، قال ايه؟ ما ظهرت الفاحشه في قوم قط حتى اعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا من قبل. ولذلك بقى تشوف الهيربز والسفلس والايدز والكلام ده كله، امراض ما كناش سمعنا عنها قبل كده، كل ده بسبب الفاحشه. طيب، يبقى الجنس الحلال ما بيجيبش فاحشه، الجنس الحرام بيجيب فاحشه. طيب، الفاحشه دي لما تيجي تمنع ايه؟ ما الفاحشه اللي هي ده بتجيب الامراض المستعصيه الجديده الغريبه، ما هي دي بتعمل لك مشاكل في الحمل والدوره وكل حاجه، ده بتعمل لك مشاكل في العمر والموت نفسه زي الايدز يعني. طيب، إذا الحالة الصحية والممارسة الجنسية، في ممارسة جنسية معتدلة اللي هي إيه؟ يعني اللي هو زوج يمارس مع زوجته، إن شاء الله يكون كل يوم، إيه المشكلة؟ أنا أصلاً مع الفكرة دي يعني. أمال إيه يعني؟ أمال إيه يعني؟ ما هو زي الأكل والشرب. وبعدين أسمع أقول لك كل أسبوعين، كل شهر، جوزي بيسافر وبيجيني شهر، حاجات كده نكت تبكي. طب ما هتحملي إزاي أصلاً؟ ما هو بيجي لك كل شهر. ده في ست مثلا، ستات تكلم تقول انا في سويسرا وجوزي في افريقيا او جوزي في امريكا وبيجيني شهر في السنه او اسبوعين في السنه، والدوره عندها مشاكل. قلت لها حلي مشاكلك مع جوزك الاول. وانا قعدت هنا بقى على الازواج بقى، تلاقي زوج، يعني انا عندي سيدات كتير قوي مهددات بالطلاق بسبب انها مش قادره تجيب العلاج الغالي وهي سنها كبير، او ان زوجها عاوز يصلحها عشان تخلف. الله. طب يا سيدي، افرض انت كنت بتخلف انت وهي وخلفتوا 15 راجل و10 بنات. بلاش بناتي عشان في ناس ما بتحبش البنات، انا بعشقهم ربنا يبارك فيهم. خليك خلفتوا 500 راجل وطلعوا شياطين. مش بقى عندك 500 شيطان؟ تعمل ايه بقى؟ يا سيدي انت مش ربنا، ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما شاء. هو اللي يرزقك سبحانه وتعالى بالبنين بالبنات، يرزقك ويجعل ما يشاء عقيما، يديك ما يديكش ما فيش مشكله. انت عليك تجتهد وتشتغل. وبعدين انت عاوز عيال ليه؟ معلش يعني، يقول لك شوف المجنون. لا، ايوه عاوز عيال ليه؟ يقول لك على اساس ذريه يعني وتفرح وعزوه يعني. عزوه ايه؟ ما هتموت في الحياه وعندك اولاد ما عندكش اولاد، عيش الحياه كما انت. أنا ليا صديق بريطاني من أقرب الناس إلى قلبي، ما بينجبش، ومراته صيدلية،
صيدلانية عظيمة محترمة. فقلت له انا عاوز اديلها علاج يرجع الدوره هديه منه. قال لي مش عاوز. قلت له انا ممكن نشوف مساله الحمل دي. قال لي مش عاوز. هو اكبر مني بسنتين. قال لي عاوز. انا سعيد جدا انا ومراتي في حياتي. والله العظيم اخجلني بالقناعه والرضا اللي عنده. ربنا يزيده قناعه ورضا واخلاق. فشوف شوف الناس لازم عندك رضا وقناعه. لازم تبقى مقتنع بعطايا ربنا سبحانه وتعالى. أعطاك أو أخذ. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أحيانا يأخذ. لما يأخذ حبيبتي العبد اللي هم عنيه زي أم الله يرحمها كده. أم عاشت كفيفة أكتر من 35 سنة. 35 إيه أكتر من 55 سنة. كفيفة خالص. مرت عندها 90 سنة. دخلت 90 سنة. الله يرحمها. فربنا سبحانه وتعالى في حديث قدسي يقول إذا أخذت حبيبتي العبد لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. عاوز إيه تاني؟ عاوز فضل إيه تاني غير الجنة؟ هو الحياة اللي أنت عايش اللي إحنا عايشينها اللي أنت شايفها وفرحان دي يقول لك قلتها الدكتور أنيس عنده فيلا وعنده قصر فيه 7-8 فيلل وعنده الناس الخدم عايشين في فيلا تانية ومش عارف ايه والطاقة الشمسية والطاقة الضوئية والتكنولوجيا والعلم ولا حاجة خالص. كله ولا حاجة. كله ولا حاجة. ولا اي حاجة. جنب غمسة واحدة في الجنة. جنب نظرة واحدة في الجنة. بلاش. جنب انك تزحزح عن النار. فمن زحزح عن النار فقد فاز. تتزحزح بس كده يعني. داخل كده عند اتجاه النار وبعدين يتزحزح ياخد خط تاني. ان شاء الله بلاش الزحزحة الكبيرة دي. زحزحة صغيرة. ليه؟ هو ده الفوز العظيم بقى. انك تبتعد عن النار. انك تدخل الجنة. انك تبقى في معية الله. انك تبقى بترضى ربنا سبحانه وتعالى. انما الحياة الدنيا طالت ام قصرت قصيرة. ولذلك انت تعيش عمرك كله اللي فات تقول انا عندي مثلا ايه 50 سنة 40 سنة 100 سنة مروا بسرعة. كل العمر كل واحد فينا ماشي يعني في اتجاه العصاية اللي مكتوب عليها اسمه ساعة ما يوصلها يعرف ان هنا ما عادش خطوة تانية. يعني بتصور ان احنا كلنا ماشيين في طريق وكل واحد اسمه مكتوب على عصاية هيوصل عندها ما يمشيش بعدها ملي. لوف هنا عمرك خلص. فانا ماشي لغاية ما قابل عصايتي في الارض مزروعة وانت ماشي هتقابل عصايتك معادك موعدك لا نقاش. ما كان ما انا كنت عيل صغير من امبارح وابويا كان عيل صغير من اول امس وجدي كان عيل صغير من اول امس كلهم راحوا التراب واحنا هنروح ولادنا هيروحوا في النهايه. انت بقى عاوز اصلا عاوز ولاد تطلعها ليه؟ تطلع المسكينه ليه؟ وبعدين هو انت اللي حرت الخصوبه ولا هي ولا واحد تاني بيخلف بنات؟ هو اللي بيخلف بنات ويقول لها انت بتخلفيش غير بنات ليه؟ حضرتك انت اللي حارت البذره يا ابو جهل. زعلش مني بقى. ولو زعلان يزعل. هو اللي يقول كده يبقى ابو جهل فعلا. المهم بقى في شويه بروده في الجو شويتين يعني رغم انا شايف في شمس ورا شويه اهي. مش هننقل بقى نروح مكان تاني يعني خلاص هنحاول نختصر. ف عاوز يبقى عندنا وعي بكل حاجه. ف سن الزواج الجنس الارتباك النفسي المجتمع وضغوط الحياه. في واحده امراه عامله بتروح كل يوم الشغل الصبح محشوره في مواصلاتها او حتى في عربيتها. ما اصبحت العربيات في مصر برضو محشوره. ما انا برضو لما كنت بجيب احدث عربيات في مصر راكبها وانا في مصر. ما الحمد لله ربنا فتح عليا من فتره يعني. فكنت لما كنت بجيب احدث عربيه وراكب كنت ببقى محشور برضه. محشور ازاي؟ صحيح انا قاعد في عربيتي انا بحب اسوق يعني ما بحبش السواق وكل شويه عمال افر. واحد داخل مش معبر عربيه مش معبرك عجله اي حاجه حتى لو انت على الطريق السريع. فانت قدام في زحمه واكتئاب وتلوث بيئي ومزيكا وميكروباصات ودوشه وناس بتشتم بعضيها. انا ما شفتش واحد بيتخانق مع واحد ابدا في بريطانيا خالص. كل الناس مقابله بعضها تقابل بعضها سوري
ساري ايه ده؟ يعني ايه ماشي كده؟ انت عاوز تعدي الاول؟ مفيش حد هنا عاوز يعدي قبل التاني في اي حته. انت ماشي وهو حاسس ان انت اقرب للمكان يستناك، حتى لو هو انت كبير شويه وهو كذا يقوم يستنيك، لو هو اقرب من هو يمر تقوم انت مثلا وانت الراجل الكبير وتقوم معدي وبعدين تقول ساري، يقول لك مين طاري؟ وتقوم انت بعد شويه ماشي تلاقي واحده داخل المحل تقوم انت مخليها تدخل تقول لك ساري، تقول لك ثانك يو، تقوم ثانك يو. الناس كلها على بعضها، زي الله يرحمه احمد زكي كان يقول لي احنا محتاجين طبطبه، الممثل احمد زكي صديقي الله يرحمه كان يقول احنا محتاجين نطبطب على بعض يا انيس. فكلامه والله كان حقيقي قوي، كلمه جميله قالها لي احمد الله يرحمه. فاحنا فعلا امه محتاجه طبطبه، هنا الناس كلها بتطبطب على بعضها، كل واحد عمال يتاسف للتاني على حاجه ما عملهاش واصلا ما فيش حاجه حصلت، وكل واحد بيشكر التاني على حتى ما فيش حاجه حصلت، كله بيتعامل بالحب بيتعامل بالاخلاق. ما فيش مره واحده لقيت واحد في عند شارع ادجار رود في لندن، في وسط لندن، لقيت يعني قريب من شارع ادجار رود وقريب من شارع اوكسفورد، فلقيت مكان هناك كده في ترابيزه تنس كده وانا بحب اعدي انا ابص عليها يعني وانا عندي اهو. فالمهم ف لقيت مره واحد واقف والانفه كده بس متعور، يعني مش عارف بقى حد خبطه وهو اتخبط في حاجه، والله لقيت 8 عربيات اسعاف، 8 عربيات سوري شرطه وعربيه اسعاف، والراجل واقف كده ايه يعني حاجه بسيطه كده، يعني الواحد ياما شاف ناس دماغها مفتوح مرتين واخد صليبه في وشه والتاني قاطع واحد برقبه ازازه وحاجات كده وعلق ضرب بالسكاكين حاجات بقى ما حد يعني كلنا عارفين اللي بيحصل يعني في ميدان الجيزه وفي في كل حته في بلادنا المحترمه العظيمه اللي احنا عشنا فيها وبنحبها. فمشاكلنا كتير ونفسياتنا وضغوط الحياه كتير، ولا حاجه بتيجي ولا شرطه ولا حاجه ولا اي حاجه والشرطه جنبك، لكن هنا بقول لك 8 عربيات شرطه وعربيه اسعاف وراحوا جايين بمنتهى الجنتله ومنتهى الشياكه، ما هماش محتاجين بقى يقولوا له مين اللي ضربك ولا كانوا مستنيين يكلمهم، محدش بلغ عن حاجه ولا اي حاجه، هما جايين كل حاجه عارفينها. ليه؟ في كاميرات في كل مكان، وانا بكلمكم كده يعني رغم ان الفيلا دي تأمينها بالنسبة لي اللي هم بيقولوا عليه بقى الأنيس قاعد في البيت الأبيض في بريطانيا اللي هو يعني بيتي بقى التاني، ولا حاجة الأمن، أمن هنا ولا حاجة. مع ذلك دلوقتي إحنا عندنا هنا أغلب الشجر ده فيه كاميرات، هنا فيه كاميرات، هنا فيه كاميرات، هنا فيه كاميرات بره على الشارع الرئيسي، يعني إحنا هنا في الجزء خلف البيت، هناك بره على البيت من بره كاميرات. انا عندي هنا في البيت ده 36 كاميرا، 36 كاميرا بتاعت الدوله وبتاعتنا، ففي في حاجات كتير الشوارع كلها، فهم بيبصوا في البتاع كده فلقوا واحد اتعور في كذا يروحوا على طول يروحوا مكلمين، ولا حد يتصل قالوا الحقيني يا شرطه، مفيش الكلام ده. ده اسمه ايه بقى؟ اسمه مكافحه الجريمه قبل وقوعها. مكافحة الجريمة يعني ان انت تقفل الباب على الجريمة، تبقى مصور كل حاجة وما انتش مستني بقى واحد يجي يحلف لك ويقول لك اقسم بالله سعادتك ضربه وبهدله قدامي، يقول له شكلك سهل معاك يا بيه، واحد تاني يقول لك ايوه لا بيه ده اغتصبها، تاني يقول لك سرقها، وكل واحد واقف يقول رواية. لا، كل حاجة هنا في بريطانيا متصورة فيديو، القاتل هيجي والحرامي هيجي واللي ضربه بالقلم هيجي واللي اتحرش بيها هيجي، صوت وصوره. حتى الحرامي لما بيبقى مكمم ولابس بتاعه كده على دماغه وجاي مستخبي ويقوم داخل عامل حاجات كده ما بيعملهاش بالمناسبه غير الافارقه او العرب بتوعه، ما فيش حد اوروبي ولا امريكي ولا الكلام ده بيدخل يسرق حاجه، للاسف احنا بس اللي بنعمل كده للاسف الشديد، يروح داخل مش عارف ايه ولابس لك بتاع على دماغه وطاقيه كده وبتاع وفاكر هو كده مش باين بقى، يقوم واخد البتاع خبط خبطه واخد بتاعه وطلع يجري من السوبر ماركت، يتمسك بعدها ب5 دقايق. ليه؟
لانه سكران ما عندوش وعي، لكن المحترمين العرب او الاجانب لا محترمين. المهم في بلادنا بقى العربيه ما فيش الكلام، معلش خلوني انا قلبي محروق الحقيقه على اللي حصل في مصر من يومين. 235 شهيد يتضربوا بالنار ويتفجروا في مسجد، في مسجد الروضه، في الروضه في سينا. ليه؟ بأي ذنب قتلوا كده؟ بأي ذنب؟ لو عندنا بقى مكافحة للجريمة قبل وقوعها وكل حاجة خاضعة للتصنيع، شوية كاميرات بخمسة تعريف يعني. أنا اعتزلت السياسة بالمناسبة، مش بتكلم في السياسة، لكن أنا بتاع قانون جنائي، ما اعتزلتش القانون الجنائي. أنا أب وإنسان وكائن بيتألم وبيحس وبيفرح وبيحزن وبيحس وبيشوف وبيسمع وعايش في الحياة ودرجات العلمية في القانون الجنائي. اللي حصل ده مش جريمة جنائية، اللي حصل ده جريمة سياسية. أنا هوجز كل الكلام ده في حاجة بسيطة جدا عشان ما نخرجش وأنا بكلم حضراتكم في موضوع الدورة الشهرية. كل اللي حصل في مصر من 2012، احنا عملنا لكم ثورة عظيمة في مصر اسمها ثورة 25 يناير، عظيمة جدا جدا. وانا وصديقي العزيز عبد الحليم قنديل ربنا يحفظه كنا اصحاب الثورة الفكرية اللي عملناها عبر رحلة حياتنا وعيلة قوي معانا من اول 2005 6 7 8 9 10 11، واحنا بنعمل نهضة صحفية وإعلامية وفكرية في مصر كبيرة، وكله ماشي ورانا على استحياء. يعني مش ماشي ورانا يقول زينا، ما حدش يقدر يقول زينا. بقول أنا قبل عبد الحليم لأن أنا أجرأ من عبد الحليم في الكتاب. عبد الحليم كان رئيس التحرير، صديقي الحميم جدا الله يحفظه، لكن كان بحكم المنصب كرئيس تحرير قاعد موجود في الجورنال، مقاتل جدا وفايتر عبد الحليم قنديل الله يحفظه، الدكتور عبد الحليم صديقي الحميم العزيز. لكن عمل ايه؟ كان ما يقدرش يعمل اللي انا بعمله. انا ما كنتش بروح الجورنال، كنت بروح حتى مش عارف اروح اقبض لان عاوزين يعتقلوني في اي وقت، فما بيطردوني امن الدوله والمباحث الجنائيه والمباحث اسمها ايه ديت الشرطه العسكريه ومباحث السرية والمباحث المدنية والمباحث الايه وامن الدولة وامن الحكومة وامن الشعوب العربية وكل حاجة بحثوا عني. لكن هم يشوفوا مقالي كل اسبوع مش عارفين ايه اللي بيحصل لي بقى، مش عارفين انا بروح اقبض ولا لا. فعملنا لكم الثورة العظيمة دي، وجوم ناس بقى شباب جميل اقوى مني جرأة وشجاعة، دفعوا ضريبة الدم في 25 يناير، عملوا اللي انا ما عملتوش. انا بدات الثوره الفكريه انا وعبد الحليم وغيرنا، وجي شباب عملوا الثوره التكنولوجيه الكبيره مع الاستاذ الجميل الشاب ابننا الجميل وائل غنيم ومن معه، وراحوا جايين مجموعه من الشباب العظيم في مصر من المسلمين والاقباط وكله، وصنعوا وفجروا ثوره 25 يناير. من 2012 مع حواة المرحله وثعالب اللي هم القادة مش الشعب، الشعب الإخوان دول غلابة، المواطنين الإخوان دول ناس عاديين نفسهم يدخلوا الجنة، ناس طيبين يعني عاديين، لكن القادة اللي بيقودوا الإخوان المسلمين اللي أنا قعدت مع أغلبهم معظمهم أكتر من 90% منهم علاقات شخصية، على رأسهم مرسي وبديع والكلام ده كله، وكل الناس دي صبح صالح والبلتاجي والكلام ده كله وعصام العريان وكل الناس دول حاجة تانية خالص. كل اللي في مصر كله بسبب غباء اتنين في مصر، غباء محمد مرسي وعبد الفتاح السيسي، وطمع مرسي والسيسي، وهم الاتنين طمعين برضو، وهم الاتنين جهلاء جهلاء مكذبين ومعوقين سياسيا وفكريا. هم اللي عملوا كل الدم اللي حصل في مصر من اول 2012 وانت جاي. عبد الفتاح السيسي زي ما قلت لحضرتكم
كان حسني مبارك بيحكم فوق رئيس جمهورية تحتيه أحمد شفيق رئيس وزراء، على اليمين عمر سليمان قائد المخابرات العامة، على الشمال رابع واحد عبد الفتاح السيسي من بعد 7 يناير 2010 ماشي، رئيس جهاز المخابرات العسكرية. الأربعة دول الثلاثة اللي تحت دول وفوقهم حسني مبارك هم اللي بيحكموا مصر، مش حبيب العدل ولا فتح السرور ولا زكريا عزت. المجموعة الثانية دي دول مستقلة وكيانات كبرى داخل النظام من أبناء النظام اللي بيحكموا في النظام، بس مين اللي بيدي الأوردرات والسياسة العامة كلها وبينفذ المنظومة الخطيرة؟ الأربعة دول، حسني مبارك تحتيه رئيس الوزراء اللي جه بعد نظيف أحمد شفيق، هنا عمر سليمان، هنا عبد الفتاح السيسي. لما يجي عبد الفتاح السيسي محمد مرسي يجيب عبد الفتاح السيسي واحد من الأربعة دول وزير دفاع ويبقى مجنون ومتخلف عقليا. ولما انت احنا بننهي النظام يبقى لازم النظام كله يدخل السجن يتحاكم، يا يطلع بريء واحنا اللي ندخل السجن كشعب، يا يبقى يا النظام يدخل السجن. فهو ما عملش كده الاخ محمد مرسي، لانه هما شايلني وشايلك، زبطنا وزبطك، ابجنا وابجك، اعملني واعملك، حاجات من اللي هي بتاع بين قوسين انا اسف الصياعه دي مشتركه ما بين قاره الاخوان وما بين عبد الفتاح السيسي، ما بين مرسي والسيسي. فهو ده اللي عمل جميع المجازر. احنا عمرنا شفنا في تاريخ مصر او في تاريخ الامه العربيه في مساجد بيموت فيها ناس قتل كده، جرائم في المساجد، الا وعبد الفتاح السيسي بيحل بيفك الرابعه والنهضه. في رابعه والنهضه انتوا رايحين بعيد ليه؟ ما هو نفس المنظر اللي حصل في الروضه هو نفسه اللي حصل في قبل كده في 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 اغسطس 2013 لما عبد الفتاح السيسي فك اعتصامات رابعه والنهضه. مش هو ده؟ وخايب الرجا بيحكم مصر محمد مرسي، وخايب الرجا الثاني عايز ياخد منه السلطه عبد الفتاح السيسي. شفت بقى مسجد النور بيتضرب بالطيران من فوق، شفت الصواريخ والغاز المسموم داخل في قلب المسجد، شفت المسجد الثاني اللي في مصر الجديده، شفت مسجد اللي في السيده اللي في اسمه ايه في الاسكندريه، شفت جميع المساجد والناس نايمه فيها مقتوله وملفوفه في نعشها في قلب المساجد، نفس المشهد اللي حضرتك وحضرتي والعالم كله شافه في الروضه. فهتقولوا لي بقى اصل اللي عمل ده قبيله السواركه، معلش احنا بنتكلم، ما هي دي كلها قضايا خطيره. وعشان نفهم لازم نقول كل حاجه. اللي حصل في قبيله السواركه اللي هناك في الروضه دول اللي في المنطقه اللي هناك دي، القبيله دي اصلا ما هيش ضد الناس اللي هم بيسموا نفسهم ولايه سينا اللي هم بتوع داعش. وبعدين هو بتوع داعش يدخلوا عندك ازاي وانت خايب الرجا عبد الفتاح السيسي ما انتش عارف تخرجه؟ وتقول انا بحارب. لما طلع اتكلم 4 دقايق قال كلام نكته، وبنات دلوقتي وانا جاي بيقولوا لي ان الراجل اسمه ايه ده كمان قال كلام نكته برضه، اللي هو الرئيس الامريكي عامل تويته وقال كلام برضه متخلف عقليا. المهم فانت قدام وضع خطير للغايه. قبيله السواركه دي ضد، ما بتقول يا جدعان احنا مش عاوزين حد يقتل حد، ولا مش عاوزين، ما احنا مش رايحين نضرب معاكم الناس بتوع داعش اللي هم بيقولوا على نفسهم بتوع ولايه سينا دول. احنا ناس مسلمين، ناس صوفيين، ومعروف ان الصوفيين طول عمرهم بيقولوا بياكلوا الفته، والنهارده عاملين ختمه، وبكره عاملين قعده، والنهارده عاملين رابعه، وامبارح عاملين قصع للطعام، ولا لهم علاقه بالسياسه ولا بالدين نفسه. اقسم بالله الصوفيه لا لها علاقه لا بالدين ولا بالسياسه، لان الدين مش طبق فته وبوس في ايده ويبوس في ايدك وقاعد عمال يغتابوا ناس تانيه وخلاص، لا خالص. الدين عبادات ومعامله، هم لا مش عارفين حاجه في العبادات ولا في المعامله. ممكن تلاقي ماسك سبحه طويله كده وقاعد عمال يذكر ربنا 100,000 مره، بس سلوكه نقي وقلبه طيب ومهذب ورقيق ومؤدب. الصوفيين ما عندوش مشاكل مع حد خالص، هو متدروش ومتدروشين قوي.
بس، ويحبوا أهل البيت بطريقتهم، ما كلنا بنحب أهل البيت، بس بهرطقة لا. لكن هما بقى ما بيعملوش حاجة وحشة، لا لهم مشاكل ولا دم ولا طار ولا موتوا ولا حاجة، الناس مسالمة، ياخدك بالحضن وابتسم في وشك، أحسن ناس بصراحة. ماشي، لكن أنا مش بقول الناس يبقوا صوفية، أنا مش هبقى صوفي أبدا يعني ولا حاجة، أنا مش تبع أي جماعة ولا تبع أي حد، أنا علي أعبد ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدين الإسلامي كما كان، يطلع اسمه بقى زي ما يبقى اسمه، ماليش دعوة. المهم، فالناس بتوع قبيلة السواركة مالهمش مشكلة مع داعش، داعش هتروح تموتهم ليه يا حاج عبد الفتاح؟ إنما أنت بقى عاوز تفهم الشعب المصري الطيب المسكين المسالم العظيم إن في إحنا موكلين عن العالم وعن ربنا أعوذ بالله بمحاربة الإرهاب، طلع يقول لك ومصر بتدافع عن الإرهاب نيابة عن المنطقة والعالم. جاتك خيب، جاتك 60,000 خيب، مصر بتحارب الإرهاب فين؟ على فكرة هو الوحيد في العالم اللي بيقول على شعبه زي حسن مبارك، هو ماشي بيفتي زي حسن مبارك. يفتي ايه بقى؟ يقول لك انا شايف الصورة سودة، كان حسن مبارك يقول كده، انا شايف الصورة سودة. هو انا قلت لك شوف الصورة سودة ولا بيضة؟ هو احنا سألناك رأيك في الصورة؟ انا بنقول لك انت كرئيس دولة هتعمل ايه عشان الصورة ما تبقاش سودة؟ انما الاخ بقى ده يقول لك واحنا موكلين عن الارهاب وبندافع عن الارهاب. طب انت بتدافع عن الارهاب وهم قاعدين عندك في سيناء، انا رئيس مصر وفي سيناء حد كده انا مش عاوزه في سيناء زي دول اغيرهم، انا هخرج كل المواطنين بتوعي دول واجيب سيناء كلها اخلصها اقلبها في 5 دقايق وابنيها من تاني. 5 دقايق انهي الارهاب في خمس دقايق 5 minutes. الله، انت قاعد تقول لي وزي قاعد بتتكلم وعندك بلطجي في البيت؟ يعني انا قاعد بتكلم كده دلوقتي وحد حابس عيالي في اوضه واقول له وسوف اذهب لاحررهم قريبا وانا موكل عن تحرير الاماء ازاي يا كابتن؟ المهم يعني مش عاوز اخرج من موضوع الدوره الشهريه انا اسف، لكن اللي بيحصل في مصر سببه 2، محمد مرسي وعبد الفتاح السيسي، وعلي على الشعب المصري انه يفهم كده. وبعدين انتوا احرار يعني لكم ما لكم وتفعلون ما تفعلون، انا مش قضيتي خالص يعني. المهم، فموضوع التوتر النفسي والمشاكل النفسية والضغوط الاجتماعية هي اللي بتعمل مشاكل عند المرأة والبنت وبتأثر في دورتها الشهرية. طيب واحدة بتروح الشغل كل يوم محشورة في الاتوبيس او محشورة حتى في عربيتها زي ما انا قلت، وثلاث اربع خمس ساعات راح الشغل، وقاعده في الشغل 6-7 ساعات دماغها مصدع، وراجعه من شغلها للبيت في 3-4 ساعات تانية عشان تفتح الفريزر وتجيب اكل مجمد او سندوتشات تيك اوي، مش عاملاها هي ولا اكل كويس عشان تاكل، هتاكل ازاي وتاكل عيالها ازاي وتاكل كويس ازاي؟ كل ده بيعمل ايه؟ بيعمل مصيبه سودة، توتر في حياتها وفي المجتمع وبيأثر على هرموناتها وغدادها. في حاجات كتير قوي محتاجين نتكلم فيها، في حاجات كتير قوي وقفات كتيره محتاجين نتكلم فيها عن المراه وعن الدوره الشهريه. انا هكتفي بهذا القدر لان انا عندي الحقيقه الجو برد جدا دلوقتي، وانا الحقيقه حرام ان انا اقعد في هذا الجو البرد، فهشكركم وحرام ان انا برضو هقعد ازعجكم، واكثر حرمانيه ان يوجع قلبنا محمد مرسي وعبد الفتاح السيسي بكل يوم يموت ناس، يعني 235 واحد و109 جرحى في حاله سيئه، واللي يجنك ان النيابه لسه ما وصلتش يوم الحادثه، على كانت هتوصل لسه قدامها 3-4 ساعات على ما توصل الحادثه، والاخ مصطفى بكري اللي كان صاحبي في يوم من الايام يفتي ويقول وطالع بقى في التلفزيون بعد البتاع على طول، مصطفى بكري يميط اللثام، مصطفى بكري يميط اللثام عن حادث العريش ده، ابن النيابه لسه ما وصلتش يا حبيبي. يا ابن الله يخرب بيتك، يا ابن كفايه كذب، الله يخرب بيتك كفايه كذب، ده انت اكبر رقاصه في تاريخ مصر، لا حول ولا قوه الا بالله. شيء مزعج ومؤسف، شيء مزعج ومؤسف. ويا ابني انت ما... يا ابني سميت اللسان في ايه؟ وبعدين بقى المصيبه السوداء عامل زي الدب، قال حاجه انا بصفتي بتاع قانون جنائي بقى، انا احبسه على طول لو في دولة في مصر تحبسه.
ولو في سيسي بيفهم يحبسه، اهو ده جاي كل ده طالع عشان يدافع عن السيسي، ويقول لك اصل ايه في جالهم انذار من داعش ان هنعمل في بيوتكم النهارده. عاوز اسالك بقى يا حبيب مامتك الله يرحمها بقى امي، مين قال لك ده دي كارثه؟ بس هي النقطه دي خلاص ابني عليها كل حاجه. مين اللي قال لك المعلومه ان الناس في بيوتهم بتوع الروضه اللي اتقتلوا في مسجد الروضه هيقول لهم النهارده داعش؟ قال لهم هنجي لكم النهارده نربيكم ونعرفكم. طب لما انت عارف المعلومه دي ما قلتهاش ليه من ساعتها عشان تمنع الجريمه؟ طب ما بلغتهاش ليه؟ ما انت صديق ما انت بتقول صديق المجلس العسكري وصديق السيسي العسكري وصديق معرفش ايه، ولا هم ما ولا انت قلت لهم هم مطنشين؟ يعني عاوز افهم، انت قلت لهم هم ما عملوش، ولا انت كتمت معلومه امنيه خطيره، ولا انت بلغتهم، ولا اصلا انت كذاب؟ في كل الحالات انت كذاب، واللي انت بتدافع عنه اكذب منك. انا يعز عليا ان انا اتكلم في السياسه وانا لابس هذا الزي يعني، واقول هذه المصطلحات، لكن يعني صعبان عليا قوي الناس اللي قتلوا من غير سبب ومن غير اي ذنب. ربنا يرحمهم ويرحمنا اجمعين، وانا بعتذر لحضراتكم ولازم اتوقف. كل الشكر والتحيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لكم.